حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، وذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار موافق غدا. وشهدت دورة المجلس إقرار مجموعة من التشريعات، من أبرزها تشريعات تحديث المنظومة السياسية التي شملت مشروع تعديل الدستور وقانون الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع قانون الانتخاب. وأيضا جاء فيها عدد من المشاريع بما يتعلق بمشروع التنفيذ والعقوبات وسلطة إقليم العقبة والهيئة المستقلة. حيث أكثر المشاهدين حول هذا الملف، ينضم إلينا الآن عضو اللجنة القانونية النيابية السيد سليمان القلاب. أستاذ سليمان، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. دورة عادية كانت زخمة وزخمة جدا أيضا أستاذ سليمان، مشاريع قوانين تتعلق بمشاريع قوانين سياسية، تحديث المنظومة السياسية، الأحزاب، الانتخاب وغيرها مما أثار الجدل فيما يتعلق بالعقوبات والتنفيذ. كيف تقيمون ما جاء من مخرجات لهذه المشاريع خلال الدورة العادية الأولى؟ تفضل. سيدي مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين. في الحقيقة يعني كانت الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة يعني زاخرة بمجموعة من القوانين، وأهمها مثل ما تفضلت يعني القوانين اللي تحدثت عن المنظومة السياسية وتحديثها، التعديلات الدستورية، قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، وهناك قانون التنفيذ والتعديلات اللي كانت على قانون العقوبات. في الحقيقة هذه القوانين يعني كانت مهمة جدا لمجتمعنا الأردني ولا إن شاء الله التقدم بحياتنا السياسية في المستقبل إن شاء الله. طيب أستاذ سليمان، فيما يتعلق بالنقاش الذي دار في مجلس النواب عندما تم إقرار هذه المشاريع بمختلفة، نحن نتحدث عن مشاريع قوانين ليست عادية، يعني مهمة جدا فيما يتعلق بالدستور، كما قلت يعكس مستقبل الحياة السياسية في المملكة وحتى برعاية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني. كيف كانت النقاشات؟ هل ارتقت النقاشات باعتقادك وبكل صراحة إلى مستوى هذه المشاريع وكانت بناءة وكان هناك اختلاف وكان نقاش بناء وبالتالي مثمر بموضوع من يقبل بند من يرفض بند إلى غير ذلك؟ يا سيد العزيز، جميع التعديلات الدستورية يعني جرت في سياقها الدستوري في قنواتها الدستورية، وكان هناك حوار مع يعني الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، وحقيقة أنه كان في تقبل لهذه التعديلات، خاصة التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب. يعني الناس حابة تخلص من الفردية في طريق الوصول إلى مجلس النواب، وأن تكون هناك حكومات برامجية يعني مبنية على يعني شبكة أمان من الأحزاب تؤمن نوع من البرامجية، وننتهي من الفردية إلى الأبد. لأنه حقيقة الوصول إلى البرلمان بطريقة فردية وتشكيل الحكومات بطريقة فردية يعني أصبح غير مجدي في كل العالم. نحن متوجهين نحو حكومات حزبية ونخلص من الفردية، ونتجه إن شاء الله يعني بدعم من سيدنا باتجاه الحكومات البرامجية بعون الله. طيب أستاذ سليمان، أيضا عندما نتحدث في بداية هذا مجلس النواب الجديد كنا نتحدث عن موضوع الشراكة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، كيف قيمت شراكتكم هذه المرة مع الحكومة بالتعاون والرد على الأسئلة النيابية ويعني استقبال وتقبل كل الانتقادات من قبل النواب خلال هذه الدورة العادية؟ تفضل. أخي العزيز، يعني أنا في عندي تحفظ على التشاركية بين مجلس الأمة والحكومة كمفهوم. في الحقيقة لا يوجد أي تشاركية أصلا، يعني الدستور لا يتكلم عن تشاركية، الدستور يتكلم عن سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية لها سلطة التشريع والرقابة. في الحقيقة أني أنا أكون يعني صادق معك أنه كان تعاون الحكومة مع مجلس النواب ضعيف جدا في كل الاتجاهات، لكن يعني إحنا قمنا في دورنا الدستوري التشريعي الرقابي على أكمل وجه، لكن إحنا كان يعني أملنا في الحكومة أنه يكون في تعاون أكبر
مع مجلس الأمة بشكل عام ومجلس النواب بشكل خاص. كيف يكون يعني هذا التعاون أستاذ سليمان؟ يعني أنت شكرا لك، أنت وضحت موضوع التشاركية وهي صحيحة، لا يوجد التشاركية بمفهوم التشاركية، يجب أن يكون هناك تعاون، لكن كيف يمكن أن يكون هذا التعاون؟ يا سيدي نحن نتعاون في خدمة هذا الوطن والعرش. يعني الحكومة دورها الدستوري أن تقدم مشاريع القوانين، ودور مجلس الأمة أن يقوم بدراسة هذه القوانين، هذا نوع من التعاون. تسهيل مهمة المواطنين من قبل الحكومة هذا نوع من التعاون. هذا الحكي ما كان ملموس من الحكومة حقيقة في يعني بطلبات لو طلبت من بلدية لكان تم تنفيذها. لم يتم تنفيذ 90% من طلبات النواب، هذا كله ناتج عن الفردية في التعامل مع الحكومة. لو الحكومة برامجية ومدعومة من أحزاب، وهذه الأحزاب قادرة على إسقاط الحكومة في حال عدم تنفيذ برامجها، يعني راح يكون الموضوع مختلف تماما. وبالتالي أنا يعني حقيقة أني أنا مبسوط جدا على أن يكون في المستقبل حكومات حزبية برامجية، بحيث أنه الحكومة التي لا تستطيع أن تنفذ برامجها في المرة القادمة سوف يعني يتم تغييرها. لكن ما دام انه نتعامل بطريقه فرديه سواء بالتشكيل او بالتعامل، هذه هي النتيجه الموجوده. طيب استاذ سليمان، هذا فيما يخص الحكومه، ولكن هل اثر الشارع الاردني على عمل مجلس النواب، الراي العام الاردني اقصد، مثلا فيما يخص بعض مشاريع القوانين كمشروع قانون العقوبات او حتى التنفيذ، فيما يخص موضوع الانتحار، فيما يخص موضوع الدائن والمدين الى غير ذلك، هل اثر هذا عليكم؟ انت عضو لجنه قانونيه، ناقشتم هذا الامر قبل حتى ان يتم عرضه على مجلس النواب، ام هو اصلا اجراء صحي ان يؤثر المواطن الاردني على قرارات مجلس النواب؟ تفضل. يا سيدي يجب ان يكون هناك استماع لاراء المجتمع باي تشريع. التشريع يعني هو يعني نوع من تأطير المصلحة الوطنية، نوع من تأطير المصلحة الوطنية. يعني كل قيمة مجتمعية صارت لها قيمة في ضمير المجتمع يجب أن يكون هناك قانون يحميها. لكن في بعض القوانين أخي العزيز قوانين جدلية، مثل قانون التنفيذ. قانون التنفيذ لن يرضي الدائن ولن يرضي المدين. الدائن يعني يريد حبس حتى على دينار واحد، والمدين حاب انه ما يكون في حبس حتى على مليون دينار. لكن احنا باللجنه القانونيه وفي مجلس النواب وفي مجلس الاعيان حقيقه انه تم يعني نوع من التوافق، يعني في مجموعه من الالتزامات بقي الحبس عليها، في مجموعه من الالتزامات التعاقديه مثل قانون مثل حقوق العمال، تأجير العقارات في عليها حبس، المسؤولية التقصيرية عليها حبس، الادعاء بالحق الشخصي اللي ناتج عن جناية عليها حبس، الحقوق الزوجية كلها بقيت عليها حبس. لكن هذا أخي العزيز قانون جدلي لن يرضي كل الأطراف، وبالتالي أنت يجب أن تبحث عن المصلحة الوطنية العليا بهذا الاتجاه، تحاول أن توازن. أي نعم. طيب ولا تبحث عن الشعبوية. هل أنجزتم كل مشاريع القوانين اللي كانت مطروحة من الحكومة في هذه الدورة العادية أستاذ سليمان؟ هل باعتقادك مثلا، أنا أعرف أن الأمر بيد جلالة الملك، ولكن هل نحن بحاجة مثلا إلى جلسة أو دورة استثنائية، أم يمكن تأجيل بعض المشاريع التي إن أجلت إلى الدورة العادية الثانية باعتقادك؟ أخي العزيز يعني ابتداء الدورة الاستثنائية هي من صلاحيات جلالة السيدة، نعم، وتبحث فيها القوانين الواردة حصرا في الإرادة الملكية للدورة الاستثنائية. أعتقد الإمكانية موجودة، إمكانية عقدها موجودة، لأنه يعني حتى شهر تشرين أول في معنى 14، أعتقد إمكانية عقد دورة استثنائية يعني موجودة. طيب لكن جوابا على سؤالك، إن كان هناك يعني تأجيل لمشاريع، يعني جوابا على سؤالك أنه في إمكانية لتأجيل بعض مشاريع القوانين للدورة العادية الثانية، لكن بالدورة العادية اللي يعني خلصت يعني تم حقيقة يعني إقرار معظم القوانين اللي كانت واردة من الحكومة، وهي القوانين المهمة كما تحدثنا في موضوع السياسات وحتى في موضوع العقوبات وغير ذلك. نشكرك جزيل الشكر عضو اللجنة القانونية النيابية أستاذ سليمان القلاب، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية.